حادثة اللي الحمد لله السائق ما وقع له والو، السائق نجا الله، والحادثة الحمد لله ما خسائر مادية فقط، وليس هناك خسائر في الأرواح أو لا جروح أو لا ما إلى غير ذلك. لحد الساعة مادام أن السائق يعني ما زادوا لا أمبيلونس لا والو، كنتمناو فعلا على أنه ما يكون عنده والو. وكما كتشوفوا هنا على مستوى الطريق السيارات، البلاصة هذه مكتوبة على الشرطة هي المكلفة بهذه المنطقة هذه، في حين أن الجهة الأخرى مكتوبة على الدرك الملكي. دائما معكم وعبر المباشر من الطريق السيار الرابط بين الدار البيضاء والرباط. حادثة سير مروعة، لكن ولله الحمد ليست هناك خسائر في الأرواح، فقط خسائر مادية قدر الله ما شاء فعل. الحمد لله على سلامة السائق، الحمد لله أنها ما اصطدمتش بشي سيارة أخرى أو لا شاحنة باش تسبب لنا كارثة. نشكر رجال الشرطة اللي التحقوا بالمكان أجل تحرير محضر الحادثة والوقوف على ما يمكن إخراجه من هذا الحادث اللي وقع. الساعة الآن كتشير الثلاثة لاروب تقريبا، واحد نص ساعة المكان دابا أو لا ساعة لاروب باش وقعت الحادثة. كنعاود نأكدوا على مستعملي الطريق، سواء طريق السيار طريق الوطنية، جميع الطرقات ديال المملكة المغربية وخاصة الجالية ديالنا المغربية القادمة من الخارج، الحيطان والحذر، ردوا البال، نحاولوا على أننا قدر المستطاع نطبقوا القانون، ماشي بقدر المستطاع وإنما هو واجب علينا نطبقوا القانون، قانون السير، قانون ديال الطرقات المغربية. ما غاديش نجيو حتى الاخر ونقولوا حقه والطرقان وهادي الى اخره، انت عارف مسبقا على ان الطرقان ماشي هي هذيك، على الاقل بعدا غادي تحاول انك تطبق قانون من جهتك انت. الكمال على الله والباقي على الله. السياره اللي تعرضت للحادث بمفهوم اخر، هاد السياره هذه مبقات صالحة حاليا، لأن صار فيه يعني لي ديكا ديالها أو الخسائر ديالها كتدل على أنها ضاعت. الله يخلف على مواليها، والحمد لله على السلامة ديال هاد الشخص اللي كان كيصوب هاد السيارة اللي دارت حادثة بالقرب من إيكيا على المستوى الطريق الرابط بين دار البيضاء برنوسي عين سبع والمحمدية الرباط قرب إيكيا عين حرودة. كنعاودو جدو الشكر للناس ديال الأمن الوطني، الشرطة اللي حضرات من أجل الوقوف على هاد الحادثة، وكنحمد الله ونشكره على ان هذه الحادثه هذه ما سباتش في خسائر في الارواح، وانما هي خسائر ماديه. الله يعوضهم خير. الحمد لله قدر الله ما شاء فعل، قدر الله ولطف. الى هنا نقول لكم المزيد من الحيطه والحذر، المزيد من احترام قانون السير، احترام الطرقات، احترام بعضنا البعض باش ما نتسبوش بحال هاد الكوارث، خاصة وأن عندنا الجالية المغربية اللي داخلة حاليا وبكثافة، مرحبا بهم بلادهم هذه، ونتمناو على أن إن شاء الله يدوزوا العطلة ديالهم الصيفية، يشوفوا أحبابهم، يشوفوا الأهل ديالهم بدون وقوع أي أضرار أو أي حوادث. لكن الحمد لله اللي العمر، الحمد لله اللي ما طراتش شي مضاعفات اخرى
يعني يكون اصطدمت بشي شي شي سياره او لو شي كاميو اخر. نتمنوا دائما السلامه لجميع مستعملي الطريق. كما كتشوفوا معنا السائق ديال السياره اللي وقعت فيها الحادثه. السلام عليكم عمي الحاج، الحمد لله على سلامتك. نتمنوا من الله على ان ما توقع لك شي حاجه، شي مضاعفات خايبه. الله يعوضك في هادشي اللي وقع لك. الله الحاج، انت كنتي مع الطريق، طارتك رويضه، تقلبت السياره. ما عرفتش اش وقع، الناس قالوا لي ما عرفتش اش وقع لي. يعني انت ما جاي في حاجه ب 50، ما جيش بزاف. هضرت بيا الطوموبيل ما عرفتش ما ديجا كانت شي هادي صافي شي هادي. قدر الله ولطف. حتى الضربات الضربات انا المهم بقيت كنشهد حتى المهم حتى للنهايه. ما طاح المهم بقيت كنشهد حتى للاخر. كنتي مستعمل حزام السلامه؟ حزام السلامه، قدر الله ما شاء فعل. كنتي مستعمل حزام السلام؟ كنت مستعمل حزام السلام. الحمد لله هو راه عاونك شي شويه لان الطريقه باش تقرب السياره واعره. شي سهله. الله يعوضك خير. الله يحفظك. نتمنوا على ان حتى الناس اللي في قلوبهم الرحمه حتى هما يتعاونوا، حتى هما يعطيو شي شويه من عندهم لان هذه مصدر الرزق ديالك. هو ضاع. نتمنوا من الله سبحانه وتعالى يعوضك خير منه. الحمد لله على سلامتك اللي ما وقعت لك والو. تقول السي لهذا الشاب هذا اللي تطوع وكيعاونك. الله سبحانه وتعالى الله يجزيه بخير. المهم الرسول صلى الله عليه وسلم قال لي ان الانسان اللي بغيت كاع تجمع لك كل شيء كتجمع لك. جزاك الله خير. شكرا. نقول لك الله يفتح عليك. وعلى سلامتك. على سلامتك عمي. وكنتمناو العائله ديالك الا كانوا كيشوفونا ما يتخلعوش. راه بصحه وعافيه. وقف وقف باش نطمنوهم. شوفوك الحمد لله كما كتشوفوا السائق ما عندوش شي حاجه هي واعره. كدمات خفيفه. الحمد لله. شاط العمر الحمد لله. كنتمناو من بعد واحد جوج ركعات حمدا وشكرا لله. اللهم 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 الله يقبل الله يقبل الله يقبل يا عمي الله يقبل الحمد لله.